امين عام اتحاد اسيا، اول شيء كيف بتقيم اليوم الدرو اللي صار بلبنان، وهل بتعدها بدايه جيده قبل انطلاق بطوله اسيا؟ هذه الانطلاق بطوله اسيا فينا نحسبها درو، ما في شيء جيد او سيء، لانه البطوله راح تنعم على ثلاث مراحل، ثلاث فرق من كل مجموعه تنتقل للمرحله الثانيه وتنضم لها ثلاث فرق ثانيه من مجموعه اخرى. ما فيك تقيم الدرو اليوم، ما فيك تقول المجموعة الحديدية ومجموعة الضعيفة، لأنه في مرحلة تانية قبل ما نفوت على الناك اوت ستيج اللي هي المرحلة الثالثة. مفروض كل الفرق تتحضر. تنظيميا كيف شفت اليوم هيدا النهار؟ هل كان على قد طموحات الاتحاد الآسيوي؟ التحضير للدرو أكيد كان كتير منيح ومستوى عالي، بس التحضيرات الثانية بعد بدها شغل. هون بدي اسالك، شو فوائد استضافه بطوله اسيا بلبنان؟ يعني في كثير عالم بعده ما بيعرفوا شو فوائد استضافه بطوله اسيا، وعم نسمع كثير احاديث انه هيدي بطوله ما بتاهل وكثير عده امور، شو بترد على هذا الموضوع وشو الفوائد للشعب اللبناني؟ الفوائد للشعب اللبناني وللبنان انحكى في كسياحه، ناس زيارات، فرق 15 فريق جايين على لبنان، اكيد الاكسبوجر خصوصا السوشيال ميديا والتلفزيون، وهي لبنان راح يكون حاضر بال 15 دولة على القليلة، وفيني اقول النقل التلفزيوني تخطينا 100 دولة. لبنان راح ينوجد بكل بيت بآسيا، اكيد بأوسيانيا أستراليا ونيوزيلند وشمال أفريقيا وبعض دول أوروبا وأمريكا الجنوبية، وين عندنا جاليات لبنانية. فريق اللبناني عم يلعب أو الفريق الأسترالي أو الصين أو الفلبيني رح يلعب، الناس رح يشوفوا بيروت، رح يشوفوا لبنان. هيدي الفائدة الأكبر للبنان، وهيك تنظر كل الدول اللي بتنظم بطولات قارية أو بطولات دولية، هيدي المكسب الأساسي، اسم لبنان رح يرجع خريطة دول آسيا رياضيا وإعلاميا. هذه أكبر فائدة. الفوائد الثانية ما بنحكي فيها. لا، الفوائد الثانية كنتائج اقتصاديا، حكينا سياحة أكيد لها صلة بالاقتصاد، بس أهم شيء بالنسبة لي رفع اسم لبنان دوليا على القليلة بالوسط الرياضي، لأنه بالفترة الأخيرة قبل آخر أربع خمس سنين كان عندنا شوية مشاكل ومشاكل زيادة، من توقيف لبنان، من توقيف لاعبين، أخذ عقوبات بحق النوادي بحق المدربين، فالمشاكل كثيرة حول كرة السلة اللبنانية، غير المشاكل الداخلية انتهاء بطولات أو عدم انتهاء. نحن نفكر يعني أو نعتقد أنه الناس ما بتسمع أنه بطولة لبنان ما انتهت. الحمد لله هالسنة انتهت، السنة الماضية واللي قبلها شفنا، كل مين بيسمع عنا ومهتمين بكرة السلة اللبنانية خصوصا بآسيا، بهالبطولة رح نعطي صورة تانية عن لبنان، مش صورة آخر خمس سنين، صورة لبنان قبل 20 سنة وقبل 15 سنة، وإن شاء الله ترجع هالأيام تسهر بيروت وتسهر كل لبنان إذا قدرنا ناخذ نجيب نتائج حلوة.